انا احيي الجيش العربي السوري، احييه، هو قوي وصامدين باذن الله تعالى. انا احيي السيد بشار الاسد واحيي الجيش قلبا وقالبا وشكرا. انا قدمت الشهيده يوم جهاز هذا الجيش القديم الحيوان، قدمت شهيده وراحت شهيده لسباب الرئيس اهتمت بقياده الرئيس وضربوها من هنا وقطعوا يندلون كلهم. الجيش الحر شتلها بنفس الميره، راحت لي شهيده واني اموت منهم، اموت منهم. راحت لي شهيده ورده خضر خضير استشهدت بالميره. ونحيي الجيش السوري ونحيي قوات سيناء الديمقراطيه الصايره لها 8 سنين صامده. قوات سيناء الديمقراطيه صار لها 8 سنين صامده. نستنى الختيارة. احكي يا خاله. محيينا الجيش وبشار الاسد ويرحم شهدائنا ويحفظنا سوريا ويخلي الجيش ويخلي سوريا. قوات سيناء الديمقراطيه الصامده صار لها 8 سنين، لا تنسون. وزاد قوات سوريا الديمقراطيه كنا مع اليبكه والجيش السوري، كنا يد وحده نضرب العدوان التركي، كنا يد وحده. قوات سوريا الديمقراطيه والله تراني عطشت وما حد عرف اسوي. قدم شهيد اختيان الله يعطيك بالعافيه. الرحمه بدايه الرحمه لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا. الحقيقه هذه الساعه لا توصف. يا شباب اسوقوا يا شباب. مشاعرنا كبيرة، فرحتنا كبيرة، والحمد لله على قدوم الجيش العربي السوري. نخلص من التهديدات الإرهابية على هذا البلد الصامت، هذا البلد الذي عانى وعانى، وإن شاء الله خلصنا على أيدي الجيش العربي السوري بقيادة السيد الرئيس القاعد الملهم السيد الرئيس بشار الأسد. إيش رأيكم بالتعاون بين قسدي والجيش السوري؟ والله قسد 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 هم من المكون الكردي. شباب يا شباب يا بشار شد بين النبا خلكي بين شاينا خلكي تلتمر نهارتنا بشوازيا أرتشا سوريا أرتشا سوريا تحكي فلا فر تشكر يا للسريا ناف دولتي ريا ناف دولتي لتل تمر لفر بجحبويا او جي ساعات سيبني في باريس بهي ابو نفر وحتى انها هي شجهي خوا نالبيانا هنا وشجهي خوا نالبيانا خلق شي الفرفون بويا وصلوا بكم يا شباب بس احنا انا عسكري بقوات سيناء الديمقراطيه صار لي 8 سنين ونحيي قوات سيناء الديمقراطيه اللي ضربت داعش والجيش الحر وتضرب العدوان التركي. والله محيي الجيش، والله محيي قوات سيناء الديمقراطيه، والله حي كل واحد يضرب العدوان التركي بيد من حديد. انا احيي جيش، انا احيي جيش قواتنا المسلحه واحيي جيش النظام الهيبه. وانا انا صار لي 6 سنين باليبكه، صار لي 6 سنين باليبكه، شهيد باليبكه وشهيد بالنظام. وحي الجيش السوري وحي الجيش اليبكه. اليبكه والجيش السوري كلنا عرب وكرد وسريان، والجيش السوري به كرد وسريان واشوريه، كلنا يد وحده. كنا نضرب العدوان التركي، كنا نضرب العدوان التركي. يا خسارة تركيا، يا خسارة بشار. يا بشار والله يا بشار نديك يا بشار والله بدم نديك يا بشار حي الجيش الوطن الغالي وشكر لكم ولجهادكم في كل مكان وشكرا لقائدنا الأسد قائد المسيرة. والسلام. إيش لك كلمة لقسد اللي إلها سنين تدافع عن هاي المنطقة؟ وحييهم اللي دافعوا عن هذه المنطقة كمان وما قصروا في هذا الوضع الراهن، وشكرا لكم وشكرا لقيادة السيد الرئيس بشار الأسد. بخصوص قسد، تضحيات قسد، نشكر قسد والأخوة الكرد على التقديمات والتضحيات التي قدموها والشهداء الديمقراطية، ونحيي الجيش العربي السوري وكلنا يد واحدة، ويسقط الخائن أردوغان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على رسول الله. أحيي الجيش العربي السوري الباسل، أحيي الجيش العربي السوري البطل، أحيي حماة ديارنا وعلى رأسهم القائد المفدى الفريق الركن بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة. نحن نفتخر بجيشنا العربي السوري لأنه من كل قرية ومن كل حي. الجيش جيشنا وأبناؤنا وهم أولادنا،
ليس لدينا جيش آخر، هذا هو جيش الوطن. بالنسبة لقسد التي دافعت عن هذه المنطقة لسنين طويلة ودحرت داعش. نعم، نشكر الأخوان الأكراد بكل مكوناته. ليسوا أكراد، قسد من جميع مكونات. نعم، قسد من جميع مكونات الشعب، وحافظوا على البنية التحتية وحافظوا على ثروات الشعب وقدموا تضحيات، ونشكرهم. وتحية إلى شهداء قسد وشهداء الجيش العربي السوري، وكنا أخوة وتعلمنا أن لا يكون تفرقة في هذا البلد أبدا، كلنا أخوان عربا وأكرادا وسوري ومسيحيين وسريان دائما. نحيي الجيش ونحيي القائد المفدى بشار الأسد ونحيي قوات قسد التي ضحت بدماء من كافة المكونات، ضحوا بهذا الوطن ودافعوا عنها الأرض، والجيش العربي دافع عن الأرض الثانية من كل الجهات، وأخيرا رجع إلى هذه الأرض كي يحمينا هو والقوات قسد وجميعهم. ونشكر السيد الرئيس، والله يحمينا يا وخلينا يا وبدنا بعمره. حي الله، حي الله بضيوف الشام، حي الله الجيش العربي السوري، حي الله برسل بشار الأسد، الله محييكم، فرحانين عليكم بين أهلكم وناسكم، ناطرينكم من زمان يا ميت أهلا وسهلا بهالطلة. أنتوا على الرحب والسعة، أنتوا بعيوننا، أنتوا بقلوبنا، أنتوا أهلنا. شلون كان تعامل قسد معاكم كأهل منطقة؟ نعم، تعامل القسد معاكم كأهل منطقة تعامل القسد جماعة اشتغلوا ما قصروا، الله يعطيهم العافية ومشكورين. لكن نحن بحاجة جيشنا للكل، جيشنا يحضن قسد ويحضن الفلاح ويحضن العامل ويعطينا الطمأنينة، والله محييكم بعيوننا وقلوبنا وبين أهلكم وناسكم. شلون كان تعامل قسد معكم؟ تعامل نحن بصراحة بحاجة للجيش العربي السوري، يد واحد نحن وياهم، إيد واحدة لدحر الأرهاب. وأهلا وسهلا بالجيش العربي السوري، عودة الجيش العربي السوري لهذه المنطقة أي عودة الحياة يعني، وشكرا لكم. شلون كان تعامل قسد معك؟ والله كانت جيدة، وقدمت الشهداء ودحرت الإرهاب في هذه الأرض، ونحن نضع ونشكر الحكومة السورية والقوات السورية الديمقراطية على التعاون مع بعضهم البعض، والاتفاق الذي تم بينهما لقدوم الجيش العربي السوري لدحر الإرهاب مع أردوغان وكلابه المسعورة التي أتت إلى أرض السورية، ونشكرهم على تقديم الشهداء.